بارتي مع تونسي بوكينج. حب على فواياج لتركيا زينة البلدان وتخلص على راحة البال. تونسي بوكينج تودكم ببروغرام هبال. هذه فرصة ما تفوتوهاش ورحلة لتركيا ما تراتيهاش. تونسي بوكينج تشوف الدنيا. دوك طيارتي مع تونسي بوكينج تشوف الدنيا، لعبة اللي تربحك تذكرة طيارة وتربحك إقامة في أحسن الوتلة في تونس. شني البلاد اللي بشي مشيولها زوز متبريات معانا اليوم؟ مريم بوعلي، عسلامة مريم. مريم بوعلي جاتنا من باجة. اش تعرف الدنيا مريم؟ أنا كملت قرايتي وطورت الدار. كملت قرايتي واني في الدار. تو باقية في الدار. والله قديش 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 عالم الواحد هكا كمل قرايته وهو في الدار. وفما اللي باش يربح وقت يزيد يقرا حاجة أخرى، معناتها يضيع بها في الوقت. بالحق. إن شاء الله أموان ألقى فواياج هكا. أموان فواياج. هو في كل حالة تراه حتى بويكاند في أوتيل، تعدي ويكاند هكا أنت وواحد من العائلة في أوتيل، تبرد دمك. ترجع نهار الاثنين عصابك تتفور معناتها على كي تشوف الواقع. للاسف شنو اختصاصك مريم؟ صحه وسلامه مهنيه. رغم اللي معناتها فيهم طلب ولا ليه؟ والله بعثت مطالب وشيء ما خطفتش. ربي يوفقك يا مريم. يلا نستقبلوا احلام البحروني. عسلامه احلام. انت جيت من القروان. من القروان. اش تعمل في الدنيا احلام؟ بور لو مومون في الدار. بور لو مومون في الدار. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك يا احلام. من القروان جيتنا. هاي باهي. باش نمشيو توا لبلاد. البلاد هذيك اللي طلعها فيكم باش يربح اقامه لزوز من الناس في اوتيل في الحمامات من اهداء تونسي بوكينج. دونك باش نمشيو اللي اكبر بالعمر. وقالوا لي ما تذكرش عمرنا في التلفزه هكا نحسوا باحراج كيما الستار. واحد احلام انت الاولى، اختار انديس من واحد حتى الخمسه باش نعرفوا البلد الاوروبي هذا اللي نحبوا نمشيو له. واحد. واحد. بسم الله. المتحف الوطني للفنون. المتحف الوطني الكتالوني للفنون البصرية يحتوي على مجموعات فنية راقية وجميلة تغطي تاريخ منذ العصور الوسطى. هذه بلاد معناتها فيها برشا تاريخ وفيها برشا حاجات وجو وتفرهيد. بلد أوروبي حسب رأيك يا أحلام. تركيا. لا. أعطيني رقم مريم. رقم أربعة يا سيدي. بن سيدي الأكواريوم هذا عالم الحياة المائية، دونك يعرض مئات من الكائنات المائية. حاجة في حتى ليروكان، في حتى بطريقة كي تمشي له تولي تبكي على متحف سلامبو اللي عنا كيف مهمل معناتها. والله معناتها تشوف هما كيفاش. رغم اللي احنا في الثروات المائية احنا أكثر منهم، معناتها عنا ثروات سمكية أكثر. إسبانيا. والجواب صحيح، برشلونة إسبانيا. فما تيبي دابو مدينة ملاهي هذيا، فما بارك ديل أورتا أكثر معالم طبيعية زادة روعة. أنا كي قلت كاتالونيا أحلام المفروض راك فقت بها خاطر معروفة. يلا برشلونة هذه هي المدينة اللي احنا نحكيو عليها توا بين مريم وأحلام باش نعرفوا سوم التذكرة. اللعبة الثانية هي واحد باش يربح منكم تذكرة الطيارة ذهاب وإياب تونس برشلونة تونس بقداش سوم التذكرة للي باش يكون نهار 18/9/2019. علاش نقول للي؟ لأنه بعد انتوما اللي تتفرجوا فينا باش طلعوا الروتور. باهي 859. 859. فما رقم 8 ماهوش في بلاصتو، دونك 8 يكون يا في الوسط يا في الاخر. يلا. 438. دونك 8 عرفنا، دونك 9 والخمسة عرفنا انهم ما عادش يتحطوا، اما الثمانية دونك مش في بلاصتها لا على اليمين لا على اليسار، دونك واضح انه والاربعة وثلاثة دونك ما عادش يتحطوا، دونك عرفنا انه الثمانية بلاصتها لوجيكمون باش يكون في الوسط. يلا. 984. دونك ضمننا الثمانية عن التسعة والثلاثة والاربعة والخمسة ما عادش يتقالوا. قديش حسب رايك سوم التذكرة تونس برشلونة تونس؟ 680. عرفنا الستة وعرفنا الثمانية، ما عرفنا باش نقولهم لآخر مرة انه الصفر والثلاثة والأربعة والخمسة والتسعة مش موجودين. يلا. 681. غلط. أحلام. 682. 682 غلط.
688. 688 غلط. توا اللي مركز اكثر واحد فيكم مش يطلع اكثر واحد مركز، لانه الارقام الكل اللي تقالت عليها غلطه تقالت بقى رقم واحد. يلا 687. 687 زعما غلط ولا صحيح؟ غلط يا احلام. 686. وزعوا الفحل. برافو انت طلعتها. دونك احلام تزيد تاخذ اقامه اخرى من اهداف اللي جيبو كينغ الشخصين، معناتها فيها تركيز لانه السته واضحه هي الوحيده اللي قلنا ما تتقالش، يعني قلنا تتقال. دونك انت ركزت، مبروك عليك. دونك بالنسبه لاحلام تاخذ اقامه زاده الشخصين في اوتيل لوكس في الحمامات. تاريخ اياب تذكر الطياره هذه باش تجي وتحضر معنا في ديما لاباس، تشارك في طياره في تونيزي بوكينغ، تربح بي دافيون ولا ويكاند. ادخل على موقع tunisiebooking.com، اختار الموتور فول ولوج على تذكره طياره تونس برشلونه ذهاب واياب لشخص واحد. دونك تاريخ الذهاب عرفتوه 18/9/2019، وتاريخ الاياب طلعوا انت باش تربح في سبتمبر، باش يقعد تاريخ الاياب. اللي يلقى الاياب صحيح يدخل على الباج فيسبوك tunisiebooking.com ويحطوا في كومنتير وتاجي اكثر عدد من اصحابك واحبابك وبارتاجي البوبليكاسيون، وهكا تدخل معنا في القرعه. اكثر ريبونس تاجي ديزامي وتتبارتاجها هي اللي في السحب الاسبوعي باش يحضر ويلعب ويلعب معنا. ونذكركم لي تونيزي بوكينغ تعطيكم احسن الوتله، تعطيكم احسن لي فول، كي تدخل الموتور فول يعطيك الاسواب والاسعار الكل وتخفيضات هامه برشا. نتقابلوا الجمعه الجايه في طيارتي مع تونيزي بوكينغ. شكرا لكم. حب على فواج تركيا زينه البلدان وتخلص على راحه البال. تونيزي بوكينغ توتكم ببروجرام هبال، هذه فرصه ما تفوتوهاش ورحله لتركيا ما تراتيهاش. تونيزي بوكينغ، تشوف الدنيا. ابعث على 85 980، على 85 980 لو كان تحب تربح معنا مليون في اخر الحلقه. باش نسمعوا جديده، باش نسمعوا زاد قديم والحلو، سعداء باستقبال نجم الاغنيه الشعبيه وليد الصالحي.
فرح زاني متفكرك تصحى النوم تعود لي ثاني في الليل تغلبني جراح صار احزاني متفكرك تصحى النوم تعود لي ثاني عانيت من غلبك وفعلك ضرني كواني بذلت الحب عليا ملاش فرد الدنيا مثلت الحب عليا مناش فرد ثنية روحي الله يسلم لك مناش فرد ثنية آخر الكلام نقول لك ماني ليك وانتي ليا روحي الله يسلم لك مناش فرد ثنية آخر الكلام نقول لك ماني ليك وانتي ليا وليد مرحبا 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 ونحب برجولية معناتها الغناء والكليب نحب تصفيق أقوى برشا عليهم أقوى برشا برافو ساعة قبل ما نبداو احكي لي على الكليب مزيان والموندو نتاعو مزيان على الاخر دونك اخراج شكون واحكي لي تفاصيل الكليب اخراج حسام الساحلي وتوزيع جهاد جباره ومشروع مشروع كامل نتاع خدمه بما فيهم الكليبات هذوما ناخذوا كل مره رؤيه في حاجه أي. باش ن... باش نطبقوهم الكل في العرض فوالا وليد اخر معناتها بوم معناتها اغاني رومانسيه ما كل مره باسلوب معناتها ما الغنيه هذه حلوه برشا يعطيك صحه معناتها وليد قاعد تخدم قبل حكينا جيتو انا بيدي اكتشفت معناتها برجوليه معناتها وقت تقابلت معاك اول مره اكتشفت برشا حاجات انا ما كنتش نعرفهم حكينا على الحرقه اش قعد منها الحكايه اوه اش قعد منها هيت نقول لك اش قعد منها قعد منها سألوني الناس على الغربة قلت لهم مرة بكات عيوني يا يما قداش من مرة سألوني الناس على الغربة قلت لهم مرة بكات عيوني يا يما قداش من مرة قالوا ليش بيك انحل صغير سنك وشبه قالوا ليش بيك انحل صغير سنك وشبه قلت لهم والله ما تدروا شي من عيشتي البرة قلت لهم والله ما تدروا شي من عيشتي البرة انت تخدم ياسر على اللغه البسيطه السهل الممتنع انت توك تمشي لفرنسا وتمشي لاوروبا تعمل حفلات شنو تحس رجعت لكم مش حارق رجعت لكم ارتيست لا عندك تولي مش ناس كل باش تحطوا فرد صحن عندك أي. عندك زوز اللي في الضيق تلفت لك وحتى بالكلمه الباهي وعمل معك الواجب باش تتمنى انك تراه باش تبوسه حتى من راسه وتعمل معاه حتى 1% واللي واللي ما غزرلكش ولا عمل معاك ولا باش تمشي له تقول له شنو احوالك الدنيا راهي صغيره واليوم عندك غدوه عند غيرك اكيد انت يقعدوا لك في مخك ما تنجمش تنحي اقرب اغنيه لقلبك من اغانيك ما مش برشا هما المحل ما انت حاجه نحبها انا انت تحبها انا عندي اغنيه نحبها وما غنيتها حتى مره تو عندي 11 عام خرجتها 11 سنه لتالي جامي دو لافي غنيتها في سهريه ولا في مهرجان ولا في حفله ولا في عرس ولا هاك حزار تحبها لروحك هكيك تحبها ما نعرفش نغنيها والله شو سمح لي اسمها يا قلبي لا تندم يا قلبي لا تندم يا قلبي لا تندم اللي تعدى وفات في الدنيا ما يرجع في الدنيا ما يرجع
يا قلبي لا لا تندم اللي مشى هيهات، ما يفيد فين اللوم ولا الدمع تنفع، ولا الدمع تنفع. يا قلبي ليش محتار، انسى هموم الدنيا الدنيا واللي صار. يا قلبي ليش محتار، انسى هموم الدنيا الدنيا واللي صار، وعيش كل ايامك الحلوة والمرار. بشي في دملامك لو تبكي ليل ونهار، وعيش كل ايامك الحلوة والمرار. بشي في دملامك لو تبكي ليل ونهار، ما تسي اليوم يوم دمك والكنين ما توجع. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. خلي انت الباهي فيك وليد نحسه، مهما حتى كان قلت لي نحسوا اغانيك اللي كتبهم اللي لحنهم اللي غنيهم عنده وراهم حكايه. معناتها وذي بوتيتر حاجه اللي اعطيتك بلوس. انا اليوم نحب معناتها وليد شفنا جديدك اما زاد اغانيك القديمه، مثلا شو جبين في دموعي شنو حكايتها؟ نحب بابا ياسر. انت شو تحب؟ لا نحب نعرف شنو حكايتها. انا نحب بابا برشا ربي ومن معناتها انا عكس برشا ناس، مش الكل عكس برشا ناس. كنا تحرم من بابا ما ناخوهاش من نيجاتيف. فهمت انا قداش انت عشت محروم بكم؟ صغري اللي صغري. هو النيسيسير. انا ولد 4 سنين خلوني، مش قضيه معناتها مش لا لا مش هذه المشكله. ما انا نحب بابا ياسر، راه فيه معناتها راه فيه هرم استحقيته في ساعات نبدا قاعد مع روحي هكا نقول ما صابني وكان جاب حذايا من تو راني انا تو بحذايا بابا في تونس ولا أي. ومن نعيش مع من مراهوش ديما بحكم الفن والموسيقى والتراجي والبعد، وبحكم هو انسان حاج بيتربي وجبد روحه كبير ورتريتي ديما ثم سرطان سرطان قدر ان شاء الله ربي يفضله. اما المفيد لخصت احاسيسي الكل في 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 شوقي وحشي البابا ومحبتي لي في غنايه اللي معناتها ما غني حد الموضوع ما غني حد سمعني. شكرا. يا بابا يا بابا لطف عليك من الآن. شو جبين في دموعي، كاتب اسمك في ضلوعي. يا بابا يا نور عيني، يا بابا يا بابا يا بابا ما تظنش ننساك حين يوم ترميك السنين. انت بس ما في كنيني يا با يا با يا با. سهرت الليل تعالي فيا صورة نحيل، في تربيتي ذقت الويل ضحي بالدنيا عالجالي. وفيت الكيل واجملك في قلبي دين، مطوعني ليوم الدين. انت دنيا يا وحنيني يا با يا با يا با. شوقي اكبر من الكلام، حياتي من بعدك ظلام. مالي من غيرك أمان يا با يا با يا با. مهما كنت علي تقسى استحالة في يوم ننسى كل الطيبة والحنان. سهرت الليل تعاني فيا صورة نحيل، في تربيتي ذقت الويل
ضحي بالدنيا عالجالي وفيت الكين واجملك في قلبي دين مطوعني ليوم الدين انت دنيا يا وحنيني يابا 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 ما نشبعوش من أغاني البو يعطيك صحة خاطر البو ديما كل مظلوم مع 80-90% من الأغاني غني على اللوم والبو تعب وديما كان من عرش تحس فما نكران مجهود البو ديما مش ظهركم يلفوه ربي يفضله لك يلا باش تغني لنا توا مع مزيكا وخالد بن عيسى يلا تشفيقة كبيرة على وليد الصالحي شيطانة 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 بلاني بيك الله 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 شيطانة ومن جرحك لا ما نبرى والله الله 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 محروسة في طراب السيود تنطي غرق زينك وبعتي دينا من فوق كرسي الشرف هبطي يا شيطانة شيطانة قولوا مع بعضنا يلا بعدوني وبعدوني عليك حرموني خلوني نسلم فيك والدك يا ليلى غروا بيا أمي والدك يا ليلى غروا بيا أمي حكروني منك يا عز عشير بتعيدة من قلبي تلقي الخير والدك يا ليلة غروا بي أوبي والدك يا ليلة غروا بي أوبي والديك يا ليلى غروا بي أوبي يا لوين وليدي يا لوين وليدي يا زفوكي بالليلة والنهار غصبوك من غير ما تختار باعوكي سوق الدلال أشغال والدك يا ليلى غروا بي أمي والدك يا ليلى غروا بي أمي كيشوفك بتفكر اسمك في الدار
لقيتش بعدك في الدنيا حنان والدك يا لله غربي يا وبي والدك يا لله غربي يا وبي برافو وليد. اغاني اغاني ما يموتوش تبارك الله عليك رغم اللي معناتها ما عندكش برشا معناتك تشارت اما اغانيك ما عند لي جون محفوظين على الاخر الحمد لله. باركونتر في المهرجانات ما 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 تدورش برشا عروسات اكثر علاش قلت قبل نعاود نقول ان ندور مهرجانات وقت اللي وقت اللي يلقاو الفضاء يكلموني راه كل عام ما يلقاوش الفضاء علاش على خاطر انا من ما ريسكيش بالسيزون ما نخليهاش للدقيقه 90 فهمت انا عم ناول بار اكزومبل لهنا لهنا في في قلب جويلية ولا في اخر جويلية ثم مهرجانات لهنا في العاصمه ما عندهاش ما عندهاش هيئه ما عندهاش مين مال ما عندهاش مدير مهرجان ما نخلي السيزون تاعي ريسكي ندخل سيزوني واذا كان ثم حاجه ثم ما ثماش حاجه ما ثماش اون اتوندون لين تولي معناتها البرمجه قبل شويه على بكري على التوانسه في عروساتهم من فيفري ومارس يبدا يطلعوا ساعات من جانفي نعم. من جانفي يبدا فنان يقول لك معروف يبدا من جانفي نمشي نضمن على ليلتي يقول لك جوستومون نضمن على ليلتي سيرتو انه يبدا عنده فنان برك هو معمل عليه ما يحملش انه يبعد عليه يديك الصحه وليد وحتى في ربيع قاعد تدور وقاعد تغني معناتها الحمد لله مطلوب تبارك الله وان شاء الله ديما ناجح يعطيك صحة برافو فنان معناتها لا عندي نقطة ديسيبليني ومتربي برشا عايش اي سيرتو ناجح هاي عندي نقطة بالله اي تفضل ذكرتني فيها على 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 المهرجانات درنيرمون خدمنا مهرجان مهرجان مطمطة الدولي مهرجان مطمطة الدولي ان شاء الله معناتها تري بيانتو عندنا رونديفو مع المستشارة نتاع الوزير ومقدمين شكاية كبيرة تخيل انت نمشيو ستاف نتاع 25 بيرسون اي ومعناتها والدنيا الكل مريقله وجاونا باهي وامن حاضر والعالم الكل حاضر. العشره متاع الليل المسرح معبي مدير المهرجان العشره غير دراجي يقول راهو انيولي. نحكيو معاه قلنا له ما تجيش الحكايه هذه علاش؟ قال هكاك راهو انيولي وراهو جينا شنو السبب يعني؟ هكاك وحده من راسه طلعت له في حكايه مع الامن خرجهم جينا نحكيو معاه سكر تليفونه وهز معاه اللجنه اللي معاه الكل سكروا تليفوناتهم وخلونا روسنا روس الجمهور الجمهور وهو خارج قال لهم حاشتكم بوليدانو في البيت اما رانا كان دخلت العباد للبيت وريزمون على بتي طيبه مع الناس وعندي برشا اصحابي غادي نعرفهم وكذا المفيد قعدنا حتى الماضي ساعه متاع الليل ونحن لا حياه لمن تنادي ما ثم حتى مسؤول حتى مسؤوله ثم حتى مسؤول قاعدين في الفضاء والسيد يحكي معنا عباره باندي عباره في دارهم معنا مشينا عملنا ديكلاراسيون في المنطقه وروحنا من غدوة الحي قال هبت استاتيو قال نعتذروا لصبت الامطار وانا اجل وحده ياجل وحده عمل كل شيء كي مشلوق بيت كل دارت عليه والجمهور كل متغشش وعباد قاصه تيكيات وما رجعوا لهمش فلوسهم واحنا جينا 25 من بعد شيء الاولاد نحكي لك راهو معناتها جراف جراف على الاخر ومهرجان دولي معناتها انا اذا كان يتفرج فيا هو ماذا بيا نعرف شكون حتى مسؤول على على اعز بقعه عندها تاريخ لامازيغيه في تونس صحيح فهمت معناتها حاجه كما هذيك لازم واحد يعرف ميم حتى يكومينيكي مع الناس مش معناتها باش صحيح صحيح فهمتني مش قضيه فلوس مش قضيه خدمت ولا ما خدمتش قضيه سوء تصرف واحترام الجمهور مهرجان دولي راهو احترام الفنان واحترام الجمهور والجمهور فوالا صحيح معناتها والله غالب الفنان التونسي يعاني في المهرجان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الوزير بركة ياخو الموضوع بعين الاعتبار ويسمع فيه ان شاء الله ياخو بعين الاعتبار وحتى مش ليا انا حتى لغيري حتى الناس الاخرين وحتى يعطيك الصحه واضحه الاحكام برشا فنانين يقول لك يا خويا خليني في عروساتي وراي خير لي من الكاستيت هذه انا نعمل مهرجانات باش نوصل للجمهور تصير لي 200 الف مشكله وساعات ما نخلطش كيما لازم معناتها وبار انك ويقلبوك في فلوسك وما يعطيوكش واستنى درا شنو يصبوا بعد سبع اشهر تو فنان يا اخي تصب له بعد تسع اشهر اخي عنده فلوس باش يقعد يدور في معناتها برشا فوضى للاسف وليد ان توكا انت يعطيك الصحه ان شاء الله ديما ناجح نحب تصفيقه كبيره على وليد صالحي ميرسي بوكو ان شاء الله ديما كل ما عندك جديد تجي بينا هنا وليد يعطيك الصحه ميرسي بوكو وليد صالحي We'll be right back.
ديما لاباس متواصله فاصل فما نعود.